السلام عليكم الدراري، معكم في هذا الفيديو اليوم الجديد. واحد النصيحة للدراري اللي عندهم الحسون كيبضع البيض وما كيوكلش، الحسون ما كيوكلش، كيعاونو هو كيضرب معاه تمارة. واحد النصيحة، قلت هي من الأولى لا توكل، لا تخلي هاد الكناري يوكل فيها 4 أيام الأولى، لا يوكل الكنار فيها، من بعد تهز الفروخة وتديهم تحفظو من توكلو من نتايا، بس تحفظ ما تخليش مع الكنار، باش مي الطير إلا ضرب صغير الفرخ ملي كيضرب 10 أيام 15 يوم مع الكنار، راه غادي يحفظ غنى الكنار ويتخربق. من الأحسن هي يديرك 4 أيام 5 أيام البيض، يعمل 4 أيام 5 أيام يفقس، تهزهم تحيدهم تديهم توكلهم. إذا كان عندك الحسون ما كيفقسش البيض وما كيوكلش في اليومين الأولى، راه غادي يموتوك الفروخة. ستعمل عمل كوبيا ديال الكنار، هاي عندي واحد كوبيا الكنار هي هنا، هاي حط واحد جوج بيضات راهم رافينا، راه الان نجربها. لكن كتخرق على البيض ديالها، كتخرق على البيض وكتفقسو، رانا صار حالي كتفقسو كتوكل الفروخه، راه هي صار حالي. ما فقستش دابا فهاد الشهر هذا، نشد الكوبيا ونعطيها شي واحد، ما عندي ما ندير بيها. فخلاص كتوكل مزيان، نحتاج العام كامل الحسون البيض نفرقها، ومن قرب يبيض نجربها في الشهر هذا ان شاء الله يا ربي، من قرب يبيض الحسون عندي، من قرب يبيض الحسون عندي غادي غادي نلاقيها مع بعضياتها، وغادي نتحط البيضات ديالها، نحيد لها البيضات ديالها، وغادي نبدل لها البيض ديال الحسون، نبدل لها البيض الحسون. هو البيض الحسون ما يديك 5 أيام عاوتاني نحيدهم، بدل نوكلهم انا عاوتاني ونحفظهم في الكاخونيز ديالهم. عندي هاد الباريخة، هاد الكوبية، هادي واحد كوبية، واحدة أخرى هي هنايا، هاهي واحد كوبية هنا، وعندي واحد كوبية هي جمع العش، هاهي نهضت على العش، هادي هي جمع العش. عاد كنجربهم دابا هادوك، هاد ثلاثة كوبيات كنجربهم، وعندي كوبية الرابعة هاهي هنايا عاوتاني، كوبية الرابعة هاهي هنايا، هاهي عاد جمعتهم اليوم هادو، عاد لقيتهم اليوم مع بعضياتهم. هو بس غادي نجرب، لا يوكل لا ما يوكلش، لا ما يوكلش نخرجو الزنقة، ما عندي ما ندير به الزنقة، وغادي يولي نجيب كوبيات أخرى ونجربو عاوتاني فهاد الشهر هذا اللي ضروري. فهاد الشهر هذا ماشي تيقرب عليك الحسون، ما يقرب البيض الحسون، ديك الساعة ما تزبر كيدير، ما تعرفش كيفاش، واش الكنار كيوكل ولا ما كيوكلش، ولا تحيد البيض الحسون وزق الكنار يرزي لك البيض عاوتاني. خاص ضروري البيض تجربو فهاد الشهر هذا. كوبيات اللي عنده الحسون، الدراري كيفرق الحسون في الدار وما كيوكلش الحسون، كيبقى يوكل هو بيدو، كي ما كيفقصلوش الحسون البيض كيزيلو البيض، من الاحسن عطيه الكناري يفقصو له. وهاد الكوبيه هادي هي عندي الفوقي، هادي مزيونه الكوبيه ما شاء الله، حتى ديال الفروخه ديال اللوغانو، حزم صغير العام ناخو جرب البيض وفقصتهم وكلتهم. نتوما كتقولوا التفاحي راه ما عرفتش، كيقولوا الدراري حنا كنعيطوا للوغانو، حنا عيطوا للوغانو، طير لوغانو، واحد ما عرفش كيعيط، كل مدينه واش كيقول له. هادو لا عمرها سلعه، هادو كيوكلوا مزيان. العام الاخر عام الاخر وكلت بيهم الفروخه كامل ديال الحسون وديال الحسون كامل وكلتهم بيهم. ودابا انا عندي الباريخات هادو، هما هنايا غادي نعاون بيهم ان شاء الله، وغادي نشوف لا يصدق يصدق، لا ما يصدقش نحيدو، اللي عملتو جديد ما عرفتش ما كيوكلش نحيدو عليا الزنقه. الدراري والسلام عليكم.